قال للحديث عن أوضاع النازحين في الموصل وحملة المساعدات المالية والغذائية للنازحين التي قام بها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى في مخيم حسن شام الثالث، معنا من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. أهلا بك معنا دكتور ناصر. حياكم الله سيد الكريم. حياكم الله. مرحبا. أهلا بك. بداية دكتور ناصر، كيف جرت عمليات توزيع المساعدات على النازحين في مخيم حسن شام الثالث وما هي التفاصيل لهذه الحملة؟ هذه الحملة الإغاثية التي تقدمت بها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين جاءت تقديرا شهدها الكثير من المخيمات بعد العودة العكسية من المناطق، عودة النازحين عكسيا من مناطق سكنهم الأصلي، حيث شهدت هذه المناطق عدم توفير الظروف الآمنة لعودة النازحين، ولذلك اضطرت هذه العائلات للعودة مرة أخرى لهذه المخيمات. تقديرا من المنظمة والقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين لهذه الظروف المستجدة في هذه المخيمات، وتقديرا للظروف المأساوية المعيشية التي يعيشها النازحون في هذه المخيمات والمهجرون في مناطق النزوح، لذلك جاءت هذه الحملة وهي حملة كبيرة بتوزيع المنح المالية على العائلات النازحة والمهجرة في مخيم حسن شام الثالث شرق الموصل، وتم توزيع 500 منحة مالية وكذلك توزيع محصول البطاطا الذي جاء من داعمين للجهد الإغاثي الذي تقدمه منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين. هؤلاء تنال منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين الثقة المطلقة عندهم، ولذلك اختاروا أن يقدموا جهدهم الإغاثي عن طريق منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين، وقدموا كميات كبيرة من محصول البطاطا لكي يصل إلى أهلنا النازحين في هذه المخيمات. هذه المخيمات تفتقر بشكل كبير إلى الدعم الإغاثي، ولذلك آلينا على أنفسنا أن نقدم هذه الحملات الإغاثية في هذا المخيم وغيره. نعم، بالنسبة لمخيم حسن شام الثالث، يعني لو تطلعنا أكثر على ماهية الأوضاع داخله، من الذي يتواجد فيه، عدد العائلات، يعني شيء من هذا القبيل لو سمحت. نعم سيدي الكريم، هذا المخيم في رمضان كان فيه حوالي 1200 عائلة، الآن بعد حوالي شهرين من بعد رمضان وصل عدد العائلات الساكنة فيه القادمة إلى 1400 عائلة. هذه الحياة المأساوية بظروف شديدة بافتقار كبير إلى الدعم الإغاثي، وكذلك عزوف الكثير من المنظمات عن تقديم الجهود الإغاثية وكذلك الجهات المسؤولة على إغاثة النازحين، ولذلك هم نعم حياة وظروفا صعبة للمعيشة ويفتقرون إلى كثير من الاحتياجات المعيشية في يومهم. نعم دكتور ناصر، يعني بمتابعتك للأوضاع، إلى أي مدى يحتاج النازحون في الموصل أن تتواصل مثل هذه الحملات؟ كل الظروف في الموصل الأيسر والمنطقة القديمة تعاني ظروفا مأساوية كبيرة، هذه المناطق ما زالت مدمرة، المناطق القديمة التي انتهت المعارك فيها ولا كذلك من جهات حكومية مسؤولة، ولذلك هذه كل المناطق في محافظة الموصل تعاني ظروفا مأساوية، ولذلك نحن نرى بالتعاون مع القسم الإغاثي في علماء المسلمين وبعض المنظمات الأخرى أن نقدم جهودا إغاثية مضاعفة، كما يعني بدأت هذه سلسلة الحملات مضاعفة هذه الجهود الإغاثية من شهر رمضان وثم شوال ثم ذي القعدة وذي الحجة، انتقلنا إلى مناطق النازحين لكي نوصل الدعم الإغاثي لهم إلى منازلهم، ثم بدأنا الآن استأنفنا مرة أخرى سلسلة من الحملات الإغاثية نقدمها في مخيمات النزوح شرق الموصل وفي غيرها من المخيمات. نعم، إذن المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى دكتور ناصر الفهداوي كنت ضيفنا من أربيل، شكرا جزيلا لك.